المهارات هي جزء من لعبة كرة القدم، ولازم كل شخص بيلعبها أن يكون متقن مجموعة من المهارات. فجبت لكم أسهل 5 مهارات في عالم كرة القدم. ندخل على الانترو ونبدأ على طول. السلام عليكم واهلا بيكم، وجبنا لكم فيديو جديد، وان شاء الله هنكون مع بعض كل اسبوع بفيديو جديد. وفي فيديو النهارده هيكون معانا 5 مهارات من مهارات المراوغه لكره القدم، السهله جدا والبسيطه جدا اللي تقدر تستخدمها بكل سهوله. وفي الفيديو ده مش هيكون فيه مهاره صعبه علشان تقدر تعملها بكل سهوله، بس يا ريت قبل ما نبدا الفيديو تدعمني بلايك او كومنت، ولو انت جديد تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ بأول مهارة. وانت بتجري بالكرة بتعمل ستيب اوفر، او بتلف قدمك حوالين الكرة وبتضربها بسرعة من القدم للقدم التانية عشان تقدر تعدي وتراوغ على طول. دي مهارة من المهارات السهلة اللي تقدر تستخدمها ضد خصمك بكل سهولة، بس لازم تركز الأول وتعرف هتعملها فين وإزاي. بمعنى إن لما بتكون بتجري بالكورة والخصم مندفع عليك تقدر ترقصه بكل سهولة، لكن لو الخصم متمركز في مكانه هيبقى من الصعب إن أنت تعمل المهارة دي. وهنشوف دلوقتي هنتمرن عليها ازاي وتقدر تعملها ازاي. يلا بينا نروح ونشوف نتمرن عليها ازاي. ركز كده كويس في لف القدمين حوالين الكرة، وازاي تنقل الكرة من القدم الى القدم التانية بالشكل البطيء اللي انت شايفه قدامك، وحاول تعملها ببطء الاول وبعد كده تسرعها وتكون جيد فيها. وانت بتجري بالكرة اضرب الكرة من الداخل الى الخارج علشان تقدر تخدع بيها خصمك، وهي حركة رائعة جدا وتقدر تعملها وتتعلمها بسهولة. دي مهارة من المهارات اللي تقدر تراوغ بيها بكل سهولة، وكمان تقدر تخدع بيها خصمك وتقدر تستخدمها وانت بتجري او وانت على ثبات. وانت تقدر تستخدم المهارة ديت على اطراف الملعب لان ده مكان مناسب قوي 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 لعمل المهارة. ونشوف دلوقتي ازاي نتمرن عليها. يلا بينا. دي صورة كده للحركة وهي بتتعمل على البطيء، بتسحبها الاول لداخل قدمك في المنطقة دي وبسرعة لخارج قدمك علشان تضربها بوجه القدم عشان تطلع بالشكل ده. وعلى ما اظن ان المهارة دي سهلة جدا. دي مهارة مخادعة جدا ومعروفة وسهل استخدامها، لانها بتعتمد هنا على خداع الخصم بلف قدمك وتقوم بضربها في الاتجاه الاخر. دي مهارة اسمها الستيب اوفر او ما تسمى السيزر في مصر، وطبعا معروفة جدا جدا المهارة دي، وسهلة كمان في التعلم، ودي من المهارات اللي تقدر تراوغ بيها اي خصم او تعدي منه بكل سهولة، لانه بيعتمد على لف القدم حوالين الكرة واخذها في الاتجاه الاخر. ودي من المهارات السهلة ومش محتاجة تمارين كتير، كل اللي ممكن تعمله 5 دقايق يوميا تلف قدمك حوالين الكرة علشان خاطر الحركة تبقى سريعة معاك. هو ده اللي انا اقدر اقولهولك، لكن هي مهارة سهلة جدا جدا جدا. دي مهارة اسمها إلاستيكو، وهي حركة جميلة جدا وبتعمل شكل رائع لكل شخص ينفذها، وهي خادعة تماما للمدافع أو الخصم. دي مهارة كلنا عارفينها وعارفين سهولتها ومش محتاجة كلام. المهارة دي اسمها إلاستيكو، واستخدم المهارة دي
كتير من اللاعبين في الماتشات بتاعتهم، والمهارة دي محتاجة تدريب كويس عشان تقدر تتقنها وتقدر تنفذ في الملعب بسهولة، وكمان تقدر تعملها في أي مكان لأنها خادعة جدا للمدافع، ومن الآخر الحركة دي قوية جدا. يلا بينا نروح نشوف هنتمرن عليها ازاي. دي الصورة البطيئة للمهارة، بتقدر تشوف هنا الحركة بتتعمل ازاي، واهم حاجة وجه قدمك يكون على طرف الكورة، بعد كده تاخدها بسرعة الى المنطقة التانية من القدم وهي المنطقة الداخلية، وتمر من خلالها على طول. المهارة دي اسمها ميسي بودي فينت، ودي حركة جميلة ورائعة تقدر تراوغ بيها على طول، وهتعمل لك الشكل المناسب والرائع في الملعب. دي مهارة بتعتمد على البودي فينت او التمويه، واكثر استخدام لها هو ميسي، ودي مهارة خادعة وجذابة جدا، مع اتقانها هتقدر تخدع خصمك بكل سهولة، بس محتاج منك السرعة في الأداء والتحكم الجيد في الكورة بس كده. وهنشوف دلوقتي هنتعلمها ازاي، يلا بينا. دي شكل الحركة بالبطيء، بتعمل الفنت عشان تخدع الخصم ويروح معاك الى القدم، وبعد كده تضربها بقدمك للقدم التانية، وهي سهولتها في تمرينها، كل ما تتمرن عليها اكتر كل ما هتكون متقن ليها اكتر. ودي كانت مجموعة المهارات بتاعتنا النهاردة، يا رب يكونوا نالوا اعجابكم، وما تنسوش اللايك، ولو انت عندك اي استفسار اكتبه في الكومنتات، ولو انت جديد عندي ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.